ايضا سؤال ديال مصطفى اللي كيقول لك انه كيعاني من مشكل ديال البهق بكثره، ودابا يعني رحنا كنعرفوا ان فصل الصيف كيزيد يتكاثر هذا المشكل. اكيد، فما غنلقاوش ما احسن من الوصفه اللي غنستعملوا فيها زيت الكبريت وزيت فليو. نعم. اذا زيت الكبريت، زيت فليو وزيت الخزامه. زيت الكبريت وزيت فليو وزيت الخزامه كناخذوهم معلقه صغيره من كل زيت، وكنزيدوهم على 5 ديال المعالق كبار ديال شمع النحل. هذا الخليط كامل كنديروه في حمام مريم وكنخليوه كيذوب على خاطرو، كيبقى يذوب بشويه بشويه حتى كيتخلط، كنحصلوا على واحد الخليط متجانس وكنخليوه يبرد. والكريم اللي كنحصلوا عليها من بعد ما كنغسلوا البلايص بالصابونه ديال الحجره وكنشفوها مزيان فين عندنا المشكل البهق، كنوليو كندهنوا هذا الكريم وكنباتوا بها. ولكن السر فين كاين؟ السر ان دوك الملابس اللي كيكونوا دايرين من الداخل وكذلك حتى الملابس اللي على برا، كل ما كنحيدوهم كندير واحد البرمه كبيره ديال الماء كتغلى فوق العافيه حتى كتغلى مزيان، وهي كتغلى كناخذوا دوك الملابس وكنخشيوهم 5-6 المرات في داك الماء اللي كيكون كيغلي فوق العافيه، وكنحيوهم باش واخا كنداويو ما كيعاودش يرجع لينا دوك الطفيليات، لان دوك البيض ديالهم كيبقى تما وما كنشوفوش. وهذه العمليه كنديروها كل ما حيدنا الحوايج حتى كنبراو نهائيا، لان كاين الناس اللي كيتعالجوا وكيبراو وكيقول لك رجع لي المشكل، لان علاش الحوايج ديالك بقى فيهم البيض، راه ما كيقتلهم لا صابون وما كيقتلهم لا حديده لا مصلوح. خص ضروري من التعقيم.